أنا انولدت وعشت كل حياتي في بلعين، القرية اللي واقعة بين التلال. القرية واقعة داخل الأراضي المحتلة من الضفة الغربية. هذول هم الخمس كاميرات تعاتي، كل كاميرا مرحلة في الحياة. في مرة اجي مهندس إسرائيلي يعمل كيسات عشان يبنوا جدار فاصل وسط أرضنا. هذا اليوم انكسرت كاميرتي الأولى بقنبلة غاز. لما بصير إشي في القرية على طول بحس إني لازم أصور. شوفت شو بيصير فينا من ورا هذا التصوير، من ورا شغل الشغلات. شوفت كتالا يا ابو محمد، ما فيش شيء مأرض هنا جوا الجدار وال لا ولا شيء. شو فيش هيك تقدر تسوي زي يا زلمه؟ هاي مكيف في بنا. انا بعرف انهم بجوز يدقوا على بابي في اي دقيقه، بس راح اضل اصور. هذا بيساعدني إني أواجه الحياة وأظل عايش.